بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن سار والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار يا أبا عبد يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرضيع وجلد وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلد وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين، من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبا، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي
لقد أغمى مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مغامك وأكرمني بك أن يرضغني تلب صارك مع إمام المنصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحال وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلمون لمن صالمكم وحربون لمن هارمكم وبنيون لمن والاكم وعدون لمن عداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني تلب ساريكم مع إمام مهدي هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. فأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رضيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي
ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللئين ابن اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبو سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. فهذا يوم الفرحة به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله علي. اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبموالاة لنبيك وآل نبيك علي وعليهم السلام. اللهم لأن أول ظالم ظلمه حق محمد وآل محمد وآخر تاب إنه على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتلك. اللهم لعنهم جميعا بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعلك الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابد به أول ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين
لك على مصابع مع الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم السيد عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته.